صباح التفوق والتميز الموجود اليوم عند طلابنا السوريين. اليوم مها دائما وقت كنا يمكن بكالوريا انا وياكي كنا دائما نطلع للاشخاص اللي بيجيبوا علامه تامه انه هن اشخاص عن جد جدا رائعين. فضيفتنا اليوم الموجوده هي من الاشخاص اللي اخذت او حصلت على العلامه التامه بالشهاده الثانويه، بدنا نبارك لها اكيد ونتعرف عليها اكثر وعلى اهلها. اكيد يعني هي رهف من الطلاب اللي جابت العلامه التامه بالفرع العلمي. من لك صباح الخير يا رهف واخرجي. يسعد صباحك ومبروك يا رب. الله يبارك بعمرك. بدنا نقول كمان صباح الخير لسيدي هدى السمر والدتها لرهف، اهلا وسهلا فيكي ومبروك تفوقك لرهف. بارك فيكي وشكرا لكم للاستضافه الحلوه. وايضا السيد ناصر فواخرجي والد رهف، اهلا وسهلا بحضرتك وان شاء الله الف مبروك. وبمعرفتكم وباستضافتكم اهلا وسهلا فيكم. قد ايه حلو التفوق زينه يعني هيك والابتسامه على وجوههم كلهم يعني حلو. ايه عن جد هلا رجعتني هيك لايام زمان عن جد رهف، يعني دائما الواحد بيكون عنده شغف يعرف تفاصيل اكثر انه شخص كيف ممكن يوصل لهي الدرجه. هلا بدي بلش بنقطه كثير مهمه، الناس شو بيفكروا رهف انه المتفوق بالتاسع هو اللي بيتفوق بالجامعه، هو اللي بيتفوق بالبكالوريا وبالجامعه. فخليني اعرف بدايه رهف كانت بالتاسع كمان حاصله على العلامه التامه ولا لا؟ اليوم ما خلينا نربط لانه جاي نتيجه التاسع عشان الاهالي ما يخافوا ولا الطلاب. الصراحه انا بالتاسع كان مجموع يعني ممتاز 308 بس ما حصلت على العلامه التامه. كان هدفي اكيد انه احصل على اعلى مجموع بقدر انا احصله بس ما حالفني الحظ الحمد لله. يعني هلا بالبكالوريا عوضتها. في نقطة مهمة إنه نحن لازم نكون نحاول نتميز من بداية مرحلتنا الدراسية. يعني أنا من الصف الأول كنت بتابع دروسي وماما كانت بتساعدني، حتى أنا قبل ما أدخل على المدرسة كنت بعرف أقرأ وأكتب، ماما كانت هي السبب هذا النجاح. يعني شغلة مهمة إنه هي خبرات ومتراكمة، يعني خلال مرحلتنا الدراسية 12 سنة نحن هذه كلها بتنضاف لرصيدنا المعرفي. هو مهم انه نحن نكون مستمرين على هذا التفوق، بس انه انا ما حصلت على العلامه التامه بالتاسع فهذا ما بيعني اني ما راح احصل عليها بالبكالوريا، بالعكس انا كسرت هي القاعده وغيري كثير طبعا كسروها. فهذا التفوق بيجي مثل ما قلت 12 سنه نحن عم نشتغل ونتعب لنوصل لهي اللحظه. كان عندك هذا الدافع انه انا بالبكالوريا بدي اجيب العلامه التامه؟ عم تدرسي لتجيبي العلامه التامه مو لنتفوق بس؟ تماما. يعني انا بالنسبه لي كنت معلقه المجموع الكامل قدامي على الطاوله وحاطته هدف. كانت تمر لحظات هدف مكتوب قصدك؟ ايه كنت كاتبه 2000 كثير يعني كثير مهمه. اليوم وقت بتحطي ورقه وتحطها قدامك ودائما العقل الباطن عم يشوفها عم يشوفها عم يشوفها فبيتم نوع من التخزين. هذا اليوم كثير نوع من مثل التحفيز. قناعه عندي اني صح. انا بقدر. والشيء اللي ساعدني انه في طلاب قبلي حصلوا على هذا المجموع، معناها هذا الشيء ما هو مستحيل. صح. اكيد ما مستحيل. ست هدى بدنا نرجع نقول لك مبروك مره ثانيه. بارك بعمرك. يعني اكيد الاهل لهم دور كثير كبير طبعا. من صغره الطالب لحتى يوصل لاكيد الشهادات طبعا. دائما الاهل بيكونوا متابعينه. فحضرتك عم تحكي رهف انه كنت متابعتيها من الابتدائي صح. من المراحل الصغيره، فخبرينا عن هيدي المتابعه لإلها. هلا رهف من قبل ما تدخل المدرسه انا حاولت اعلمها الاحرف والارقام والكتابه وكذا، يعني ما شاء الله فاتت الصف الاول بتعرف تقرا وتكتب. كانت هي محبه وملمه للعلم والدراسه، يعني هي طبعا هلا انا تعبت معها بس هي كانت تحب هالشيء. صح. هلا في اطفال يعني من صغرهم ببين انه هن بيلقطوا فورا او شاطرين، فانت استثمرتي هاي القصه صح؟ ايه هلا انا كنت اعطي طلاب ببيتي، كنت اعطي طلاب ابتدائي، كانت هي ما شاء الله من عمرهم هي تقعد تصحح لهم، كانت تلعب دور الانسه يعني كانت معي. مدرسه حضرتك؟ لا ماني مدرسه، انا واصله جامعه بس ما مكفايه، تزوجت صغيره انا. انا كفيره بس بشتغل ببيتي، يعني ماني فاتحه صالون ماني مدرسه، بس مثل ما قلت لك بحب التعليم كثير وانا ما حققت حلمي ما كفيت جامعتي فقلت بدي اعوض هالشيء ببنتي. ببنتك. والحمد لله رب العالمين لقيت يعني، وكل سنه بسنه كنت تابعه وسمع له وضل معه لوصلت للشهاده الحمد لله رب العالمين، وكثير انبسطنا بهالشيء. حلو. ونالت العلامه التامه الحمد لله رب العالمين، هذا اللي كنا الطموح اللي نحن بدنا نوصل له. اكيد استاذ ناصر ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. شيء بيرفع الراس اكيد الحمد يعني لله الله يحميها يا رب ويبارك لها. الله يحفظها. دائما يمكن نحن الاهالي انه اي شيء يمكن بينقصنا خلال مسيره حياتنا بنحب نعوضه باطفالنا. صح. فقديش حضرتك كمان كنت حريص انه انت اليوم
يعني تأمن لها الأجواء، تأمن لها الدرس، تأمن لها كل شيء بدها إياه لحتى تحقق. الله بيعلم وحده يعني، وهن بيعرفوا قديش كنت أدعمها نفسياً ومادياً يعني. يعني كان كل أسبوع كل عشرة أيام شوفها هيك أيام وشها شاحب، بتعرفي السهر والتعب طبعاً، أخذ أيام مشوار يعني هي وأمها هيك لو نص ساعة ونرجع رجع على البيت يعني. صح. وماديا الحمد لله نشتغل، انا موظف سبق وقلت له بشتغل على التاكسي بعد الدوام يعني مشان ندعمها ماديا يعني. الله يقويك ويعطيك الصحة يا رب. يعني بنرجع بنقول الدافع هو ذاتي، هو اللي بيخلي أي طالب يتفوق. بيكون في خطة معينة يعني حضرتك رهف حطيتي المجموع العام قدامك إنه أنا بجيب العلامة التامة، وعلى أساسه حطيتي خطة دراسية يمكن. فهون أكيد كل الطلاب المقبلين على البكالوريا بدهم يحضروا رهف ليعرفوا هي شو عملت، كيف كانت خطتها الدراسية، كيف كانت مقسمة وقتها، شو السر. فخبرينا كيف كان تنظيمك. هلا بداية أهم شيء إنه نحن نحب الشيء اللي عم ندرسه. أنا الحمد لله رب العالمين وفقني بأساتذة، ما بعتبرهم بس أساتذة بالنسبة إلي، يعني هن كانوا يدعموني نفسياً وكانوا بالنسبة إلي مو مجرد أساتذة، كانوا أب وأخ ورفيق. يعني أنا كنت روح على المعهد أو على المدرسة مبسوطة رايحة أحضر حصة، حصة أنه أنا رايحة بحب. يعني هن الأساتذة كان كتير يدعموني وهن يوجهوني أنا كيف رح نظم وقتي وكيف رح أدرس المادة بالشكل المضبوط. حضرتك موجودة بمدرسة المتفوقين. مدرسة المتفوقين. تحياتنا لكل الأساتذة. طبعاً ما قصروا أبداً مدير المدرسة. شغلة تانية، أنا ما اعتمدت البرامج اللي بتكون على مدار أسبوع أو على مدار شهر لأني كنت حسة ما أنا مناسبة، خصوصاً إنه الإنسان بيتعب، الإنسان بالنهاية طاقة. أنا كنت بعتمد برنامج يومي، كل يوم الصبح بعمل تو دو ليست، بعمل كل مادة أنا شو رح أدرس فيها وقسمها لفروع، وكل فرع أنا خلصه وحط صوبه صح. هذه الصح كانت تعطيني حافز إني كمل. ما أنا أنجزت، خلصت بدي بلش بدي تاني. كمل. فالبرنامج اليومي بعتبره إنه هو خلاني أدرس بدون ما أعمل. حلو. تقسيم، شوفي كنا عم نحكي عن تنظيم الوقت اول الحلقه يمكن، فشلون قسمت المواد، شلون نظمت طبعا أمورة. انه كل ماده اعطيها حقها، ما اهمل ماده حساب ماده ثانيه، كل ماده كنت اعطيتها حقها وبعتبرها انه هي اللي رح تكمل لي مجموعي ليصير مجموع تام، ما اهملت ولا ماده ابدا على حساب ماده ثانيه. تماما. حتى زينا هيدا التقسيم اليومي يعني، وانا برنامج يومي، لانه مثل ما ذكرت فعلا هي نقطه كثير مهمه، الواحد بمل انه انا عندي برنامج كل يوم بدي امشي عليه، مشكله. فانت في الصبح واعطي حالك هذا الدافع، صح رهف؟ هي ربع ساعه تماماً، إنه هيك بدي قسم، هي بتخليني كمل نهاري بطاقة وبحماس. يعني هي ما اليوم اعتمدت رهف على مبدأ التخطيط، يعني اليوم كل يوم الصباح بتفيق بتخطط شو بدها تساوي. دائماً ما بيقولوا لك إذا ما أنت خططتي يخطط لك، فلا هي بتخطط يومها وبتمشي عليه. تماماً. طيب مدام هدى، يعني اليوم قديش اليوم يعني وقت بنوجد شخص متفوق بيأثر على أخواته كمان، الله يحمي، كمان موجود في شاب طبعاً. عندك بالعيلة؟ ايه عندي ابني سنة تانية هندسة ميكاترونيك، والصغير سنة الجاية تاسع، ان شاء الله بشرفنا بنجاحه. هذا الشيء قديش كمان بيعطي حافز للأطفال الآخرين أو أخواتك كمان؟ أكيد طبعاً. هلأ أنا أولادي الحمد لله الكل متفوقين، بس ما نون مثل رهف. رهف كتير محبة للعلم، هن بيدرسوا بس إنه بكره هي بتشجعهم. هلأ هي رهف البنوتة الوحيدة بيناتهم هيك متميزة. هم شاطرين بس بيملوا من الدراسة. أما هي ما شاء الله بتحب بتدرس محبة. انه خلص حطت هيك برنامج بدها تخلص الدروس اليوم، خلص بتخلص. هلا انا بتوقع بعد ما جابت العلامه التامه رح يتحفزوا الشباب. انا بدي ادافع عنهم رغم خلال السنه الدراسيه، يعني عانت من فقر الدم وكانت كثير مريضه وكثير عانينا، ونحن ساكنين بحاره شعبيه يعني كنا نفتقد للهدوء. بس الحمد لله رب العالمين حاولت تعزل حالها عن هالمحيط هذا، والحمد لله رب العالمين. تماما. هي هون سيد ناصر بدنا نحكي، يمكن اكيد الطالب بتواجهه صعوبات كثيره سواء بتامين الجو المناسب للدرس، فانتوا اكيد كنتوا حريصين جدا لحتى يعني يكون هذا الجو المناسب موجود ضمن ما البيت. ما في هدوء كان يعني، كنت على طول احكي مع الجيران عنا شهاده بكالوريا، فيعني هذا شوي كان اصعب شيء يعني علي، بالنسبه اصعب من الشغل اللي هو الشغل. صح. انك تامن الاجواء، خصوصا انه اذا مثل ما عم تحكي حضرتك انه مثلا حاره شعبيه انت ما بتقدري تضبطي الناس يعني. تمام. خلص كل واحد بده يعيش على هواء يعني، ما كنا نفتقر للهدوء كثير وبيت ما قضي. اقلمت شوي على شوي ضجه يعني، تاقلمت يعني تركز بطاولته وفقط. صح. تماما. حتى زينا بيقولوا يعني الأشخاص المتفوقين، الطلاب المتفوقين بيقضوا ليلهم ونهارهم بالدرس.
الكل هيك بفكر. رهف هون بقى كان في عندك هوايات او اشياء انت بتحبي تعمليها بتنظيمك لوقتك لدراستك، كنتي ايضا عم تمرقي هيدي الهوايات مشان انت ترفهي عن حالك بطريقه معينه؟ هلا في شيء كثير مهم لازم كل الطلاب يعرفوه، انه نحن انه نقعد ندرس 4 ساعات بتركيز احسن من انه انا ضل 10 ساعات وانا وانا كل شوي روح اشرد او شوف موبايلي من بعت لي او كذا. لا ابدا هذا الشيء ما لازم يكون موجود. انا ضليت تابع مسلسلات يمكن لبداية الفصل الثاني، بحب انه احضر ثقافات تانية، بحب التركي الاسباني الكوري، يعني هاي الهوايات كلها انا ما تركتها. نهاية النهار بحب حكي رفقاتي نتسلى سوا اخر الليل. ضلينا نحكي دائما. كنت تطلعي مشاوير تعيشي حياتك طبيعية صح؟ الكل بيعرف ورفقاتي بالمعهد وهيك كنا نطلع مشاوير دائما، يعني كل يوم خميس مثلا. فالهوايات اصلا انا لما ادرس مثلا نهار كامل اخر النهار لما انا كافئ نفسي بصير عندي حافز اني طبعا اني ثاني يوم ارجع ادرس مشان كافئ نفسي اخر النهار. فالمكافأة للذات هيدي شيء كتير مهم. دراسة بالليل يعني في كمان كتير طلاب بيقولوا احنا سهرنا كل الليل وفقنا وش الصباح وخلصنا. هون يعني كمان كان عندك هيدا الموضوع، كيف كنتي تتأقلمي اذا مثلا بدك تخلصي شغلة بالبرنامج اللي لك انه انا بدي اخلصها يعني خلص بدها تخلص؟ هلا في ايام كنت اضطر اسهر بس خلال امتحانات مثلا، امتحانات طبعا خلال العام، اما امتحان نهائي اكيد النوم خلال الليل كتير مهم. انا ما كنت بحب السهر ابدا، يعني ماما كثير عانت معي من قصة النوم، انا جسمي بيتعب كثير يعني خصوصا معي في النوم. حب النوم فيعني احيانا تقلي انه ساعات نومي كثير طويله، انه احيانا تتعدت من ساعات، فكنت عوضها انه انا خلص نمت ساعات بتكفي لجسمي الي، لاني انا بتعب، انا ما عم نام لاني مثلا عم بتهرب من الدراسه، لا ابدا، لاني جسمي محتاج هذا النوم. فكنت اعتمد ساعات الصباح، كنت حسة كتير ساعات مباركة، يعني كان الإنجاز عندي ضاعف خلال هاي الساعات، كنت استغلها منيح. وخلال النهار كمان كنت أدرس، يعني ما كنت التهي، يعني هاد في مثلا لما أنا بدي أدرس بحطه بتاني أوضة. هذا الشيء كان مساعد. طيب مدام هدى، كان في عندكم نوع من حالة التوتر والقلق؟ يعني اليوم دائما كل العيال السورية بس نقول شهادة سواء اعدادي او ثانوي، يعني العيلة كلها مستنفرة، الجيران كلهم مستنفرين، الاساتذة كلهم قطع للعلاقات الاجتماعية. فكان عندكم ضمن العائلة حال توتر وقلق ولا لا؟ كان عندكم نوع من الهدوء والسكينة انه لا انا بعرف بنتي، بعرف امكانياتها، بعرف قدراتها؟ هلا اكيد في توتر ما بيخلى الامر هلا، بس نحن كنا عم نسعى لهذا المجال والحمد لله اخذته، بس كنا شوي الواحد بيتخوف من موضوع العربي لانه بيجي من برات الكتاب، وهالسنة حتى الانجليزي مادة العربي حتى هالسنة الانجليزي جابوا الموضوع من برات الكتاب، يعني قد ما كنت انت شاطرة ممكن يروح لك جزء من العلامه، فكنا متخوفين، بس انا ثقتي برهف كانت عاليه جدا جدا وبعرف رح تجيب هالمجموعه، بس لابد من التوتر يعني اجباري. صح اكيد. سيد ناصر، يعني انت كمان اثناء وجودك بالبيت كنت تحاول انه تطمنا لرهف تزيل هذا جو التوتر يعني. خاصه خلال النهار بتكون يعطيك العافيه بشغلك وبعملك. صدقا ما كنت شوفها غير لما نوصل على المدرسه او المعهد واجي اخر الليل مثلا انا وحده بالليل تنتين شوفها نايمه بس. يعني مهمتك كانت الاساسيه هي تامين المستلزمات للعائله؟ طبعا لا، لما نشوفها عم تدرس وفي يعني اخذه استراحه مثلا 5 دقائق صبح عليها بوسه بتعرفي وحيدتي هي يعني بتعطي معنويات اكثر يعني. صح. طيب اليوم بالإضافة لوجود الأهل والأساتذة كمان اليوم في نوع من المنافسة رهف بينك وبين رفقاتك، أكيد حضرتك حصلت على العلامة التامة وأيضا يمكن في أشخاص تانين حصلوا على العلامة التامة، هن نفس الأشخاص كانوا موجودين معك بنفس الجو ونفس المدرسة؟ واحد معي بالشعبة نفسها علي ونوس، ورند أفندي بالشعبة الغير يعني. حلو، كمان مبارك لإلهم. أكيد هذا جو المنافسة كان موجود أثناء الدراسة؟ أكيد. هلأ نحن نفسنا طلعنا بال11 الأوائل على المدرسة. حلو. فأنا جو المدرسة، أنا دخلت بال10 على المدرسة، أنا دراستي تحولت كليا من لما صرت بمدرسة المتفوقين. يعني أنت لما تكوني بجو، شو اللي تغير احكي لي؟ أنت لما تكوني بجو عندك الكل شاطر بدون استثناء، حتى الكل يمكن باللاوعي بيصير عندك حافز للمنافسة. ألف مبارك طبعا للكل، والكل بيستحق المجموع الكامل، بحكيها من كل قلبي لكل رفقاتي وكل مدرستنا.
الغيرة البناءة نحن بيناتنا كانت حافز كبير إلي، يعني نحن كنا كلياتنا إيد وحدة وبنفس الوقت كلياتنا عم نطمح للأعلى. فأنتي لما تشوفي إنه رفيقك أو رفيقتك بيطمح لشي عالي بتقولي أنا ليش كمان ما أكون هيك، إنه ما في حدا أحسن من حدا. بالنهاية الله عطينا القدرة إنه نحن نوصل، بس بيضل علينا السعي والجد والاجتهاد. فأي جو المدرسة كان كتير مساعد، والأساتذة أبدا ما قصروا، يعني كانوا يعطونا من وقتهم حتى بالفرصة يعني تروح على الأسئلة، نحن نروح نسألهم أسئلة. فأي المدرسة كتير ساعدت، كان في متابعة منكم يعني أكثر بهذا الموضوع. طيب طموحك يعني رهف من يعني شو حاطة أنت ببالك؟ على أي أساس أنت كنت عم تدرسي لتجيب المجموع العام؟ كمان خلينا نحكي بهيدا الموضوع ايضا مع رفقاتك، يعني دائما بيكون اكيد في مشاورات وقصص وبيحكوا زينا مع بعض انه انت شو بدك تدخل، انا شو بدي ادخل، فخبرينا عن هيدا الموضوع. هلا غالبا نحن بالمدرسه انه كلنا تقريبا يعني مجملا بنحب الطب، يعني يمكن لان حابين نساعد البلد، حابين نرتقي بالمستوى العلمي لسوريا. ايه انا من لما كنت صغيره بحب اني اكون دكتوره. في اختصاص معين حاببتي؟ هلا ما كثير حابه احدد، مشان بكره بالجامعه بنتعرف اكثر ممكن يتغير، فتاخذي فكره اكثر. فان شاء الله طب بشري طبعا بعد السنه التحضيريه. صح. طيب سؤالي الاخير لك رهف، الأهل كانوا موجودين وداعمين وعرابين، الأساتذة كانوا داعمين أيضا بالإضافة للأصدقاء والتنافس، ولكن في نقطة كتير مهمة هي الرسالة اللي حتى توجهيها للأشخاص يلي عم يتابعونا، قديش مهم اليوم يكون في الشخص واثق من حاله ومن قدراته وعنده إيمان بذاته بقدراته. أكيد الثقة بالنفس ضرورية كتير. نحن لما منقول انه انا مستحيل اوصل، خلص مستحيل، هون نقطة على السطر ما رح اوصل. انا كان عندي ثقة بنفسي، وكان اساتذتي واهلي وماما وبابا كتير يعززوا لي هي الثقة. احيانا كلياتنا بنمر بلحظات ضعف، فماما هون كان دورها كتير كبير عندي. ماما انا بقول هي اللي قدمت البكالوريا مو انا، كانت معي بكل خطوة. الثقة بالنفس كتير ضرورية، الدافع الاندفاع الذاتي هذا كمان ضروري، انه انا عم بدرس لان بعرف حالي رح اوصل. تمام. يعني انا دائما لازم بعد عن كل التعليقات السلبيه. صح. ما تسمعي تماما، بس الاشياء الايجابيه خليها قريبه مني وبوصل ان شاء الله. اكيد يعني بتمنى لك التفوق الدائم بحياتك وتوصلي لمطرح ما بدك يا رهف، ومبروك مره ثانيه لك هيدا التفوق. ست هدى بكلمه اخيره خلينا نقول هي نصيحه لكل الاهل اللي دائما بيكون عندهم هيدي الحاله انه نحن عندنا شهاده اليوم، فلازم هيك نكون منعزلين الى حد ما. كوالده لطالبه متفوقه حصلت على المجموع التام بالشهاده الثانويه بالفرع العلمي، شو بتقولي لكل الاهالي اللي عم يحضرون؟ لبنصح اي اهل يوقفوا مع اولادهم ويساندوهم ويضلوا معهم ويعززوا لهم ثقتهم بنفسهم. هلا انا رهف كنت اخذها فواصل ترفيهيه وقت كانت تتعب، وكان هي معملك عندها وضع صحي كان معها فقر دم، فكون حاول معها حتى كنت طعميها اجباري ما تاكل. بنصحهم فيكونوا مع اولادهم بالاصرار والعزيمه بيوصلوا ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ ناصر شو حابب تقول لكل الاشخاص يلي عم يتابعنا؟ نفس الحكي بضيف اللي قالته مدامتي، انه ما في شيء مستحيل. صح. انسى وليك الحمد لله نحن من الطبقة ما الوسطى تحت الوسطى، يعني ما بنخجل من وضعنا، والحمد لله وصلنا بإصرارنا وعزيمتنا، وكل أولادنا الحمد لله من المتفوقين، ما في شيء مستحيل. المهم الأهل لهم دور، الأهل لهم دور كبير والأولاد لهم دور أنسى، يعني صح، فما في شيء مستحيل، يعني الحمد لله اللي بيسعى بينال. يعني شكرا، ان شاء الله الف مبروك يا رب. شكرا كثير، مبارك لكم اكيد هذا النجاح وهذا التفوق. شكرا كثير لك يا رهف، ان شاء الله هيك بنشوفك بقادم الايام باعالي درجات اللي بدك اياها سواء بالطب او بغير اختصاصات. ان شاء الله يا رب هيك بنشوفك احلى دكتوره. شكرا كثير لك ومبارك لك. شكرا لوالدتك ووالدك، اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا على اللقاء الحلو اللي فتحته. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا.